بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الجزء الثاني من الدرس الثالث من دروس تعليم لغة جافا، وفي نستكمل العملية الأوتبوت أو المخرجان، تستدرك بعض الأشياء اللي النواقص من الدرس السابق. طيب، في الدرس السابق تكلمنا عن سلاش، عن استخدام سلاش إن لطباعة سطر جديد. سلاش إن هنا تسمى escaping sequence، تسمى هذه escaping sequence. نكتب الاسم escaping sequence. طبعاً هناك عدد من هناك عدة أنواع من escaping sequences في لغة الجافا. هناك مثلاً slash n، هناك slash r و slash t. طبعا الغرض من slash t طباعة تاب، اللي هو تاب قد يكون ثلاث مسافات أو مسافتين أو ثمان مسافات على حسب تعريف التاب. وهناك أيضا slash r، وهو slash r يقوم بطباعة مسمى carriage return، وعلامة سطر جديد. في بعض الأحيان قد نحتاج هذا في بعض الأنظمة. هناك أيضا سلاش دبل كوت، وذلك إذا كن لو بغينا نطبع الدبل كوت. طبعا حتى وضح المشكلة خلونا نحاول نطبع الدبل كوت. زين، نقول مثلا system dot out dot print println نقول هنا مثلا نبي نطبع كلام بين علامتين تنصيص. زين، فمثلا مثلا نبغى نقول مثلا welcome to بعدين نبغى نقول welcome to Java، بس نبغى نحط Java بين علامتين تنصيص، حاجة زي كذا. زين، هنا طبعا عندنا مشكلة، وهي انه كيف نعرف انه كيف تعرف جافا او عرف كمبيوتر لما ينفذ، هل علامة التنصيص هذه هي نهاية string او النص، او هي جزء من النص نبغى نطبعها. زين، في الحالة هذه لو سوينا كذا وحاولنا نسوي compilation للبرنامج، خلونا نجرب نشوف. أعطانا إيرور. زين، أعطانا إيرور، وإننا سكرنا علامة التنصيص بعدين تلخبط، يعني وما يعني ما يدري ليش سكرنا علامة التنصيص، بعدين كتبنا بعدها، بعدين فتحنا مرة ثانية، يعني مو بوا يعني كمبيوتر تلخبط لما جاء الكومبايلر يسوي كومبايليشن. إذا عشان نحل المشكلة هذه نسوي إسكيب للدبل كوت. زين، باستخدام الباك سلاش نسوي اسكيب للدبل كوت باستخدام الباك سلاش. بهذه الطريقه راح نطبع الدبل كوت، هذه راح تنطبع الدبل كوت، راح تعمل مع الكمبيوتر كحرف يقوم بطباعته. زين، الى الان لو حاولنا نسوي جافا سي ما زال عندنا مشكله، لانه ايش؟ الدبل كوت الاخرى هذه ما سوينا لها اسكيب. زين، فنسوي اسكيب للدبل كوت الاخرى. الان نحاول نسوي كومبايل. لاحظوا سوينا كومبايل. الآن خلونا نطبع، نجرب نطبع البرنامج أو ننفذ البرنامج. لاحظوا كيف لما طلعتنا جافا صارت جافا بين علامات تنصيص. إذا بغينا نطبع علامات تنصيص، إذا بغينا المخرجات زي ما أننا نطبع S هنا و A و L، نبغى نطبع double quote و double quote، لازم نسوي escape لها. زين، إذا هذا فائدة من فوائد الـ escaping sequence. زين، إذا نرجع مرة ثانية. escaping sequence هنا استخدمنا عشان نطبع سطر جديد، حطينا slash n. escaping sequence هنا استخدمنا عشان نطبع حرف من الحروف الخاصة special اللي هي double quote، عشان يعني نفهم الجافة إنه والله نبغى نطبع double quote، ما نبغى نسكر النص، ما نبغى ننهي النص زي ما هنا يعني double quote تكون في بداية النص ونهاية النص. هنا ما نبغى double quote، ما هي معنى double quote هذه إن نهاية النص، وإنما معنى إن نبغى نطبعها، فذاك حطينا backslash وراها. نفس الشيء لو بغينا نطبع الباك سلاش نفسها، لو بغينا نطبع باك س... لو 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 بغينا نطبع باك سلاش مثلا هنا، لو جينا نسوي كومبايل لطباعه الباك سلاش، لاحظ اعطانا ايرور.
مضبوط، لانه مجرد الكمبيوتر ما شاف الباك سلاش على طول افترض انه بيسوي اسكيب، يا نبي نسوي سلاش ان، يا بنبي نسوي سلاش دبل كوت، او نبي نسوي سلاش ار اللي شفناها قبل شوي، سلاش ار او سلاش تي، زين، فمنتظر شيء بعدها. فحنا اذا كنا نبغى نطبع سلاش نفسه لازم نحط تو سلاشز، زين، تحطينا تو سلاشز معناته ان السلاش الاولى هذه للاسكيب، والسلاش الثانيه هذه لطباعه السلاش نفسها. مضبوط، خلونا نروح نجرب الان نسوي جافا سي بعدين نطبع. فعلا طبع لنا علامه الباك سلاش او سلاش هنا، واضح. طيب اذا هذه نسميها escaping sequences، سلاش ان سلاش دبل كوت سلاش باك سلاش باك سلاش، وايضا فيه سلاش تي. خلونا نجربها مثلا في عباره جديده هنا، نكتب مثلا هلو، بعدين ما راح نحط مسافر، راح نقول سلاش تي بعدين وورلد، زين. طيب خلونا نشوف كيف راح تكون تتم عمليه الطباعه هنا، زين. لاحظوا ما حطينا مسافه بين هلو وبين وورلد، بس حطينا اسكيبنج سيكونس سلاش تي. خلونا نشوف ايش راح يطبع لنا الكمبيوتر هنا. جرب، لاحظوا طبع لنا في الحقيقه اكثر من مسافه، طبع لنا مسافتين، طبع لنا تقريبا مسافتين اللي طبعنا، او ثلاث مسافات مو بواضح صحيح، بس هذا هو اللي نسميه التاب، زين. والتاب يختلف حجمه، يكون مسافه او مسافتين او ثلاث مسافات او على حسب، يعني ممكن انت تعرفه، زين. طيب نختم الاوتبوت او عمليه الطباعه بكتابه برنامج يطبع لنا الشكل هذا، زين. نبغى نسوي برنامج يطبع لنا الشكل هذا، و كتمرين كتدريب يعني للمستمع او للمتعلم، حاول تطبع الاشكال هذه، زين. راح اكتب البرنامج الان اللي يطبع لنا الشكل هذا، بعدين حاول تستفيد من فكره البرنامج بطباعه الاشكال هذه، شكل الدايموند وشكل الدائره وشكل السهم. وهنا ملاحظه مهمه جدا، وهو انه في البرمجه، في تعلم البرمجة، لما تشوف البرنامج قدامك يكتب تحس انك فاهم بشكل كامل، لكن لما تيجي تحاول انت تكتب برنامج جديد، وان كان البرنامج الجديد هذا مشابه جدا للبرنامج السابق اللي انت شفته وكنت يعني فاهمه، تحس بصعوبة خصوصا في البداية، زين. من المهم جدا انك تكتب برامج من الان، تبدأ بكتابة برامج، مضبوط، وتجرب، لا تظن نفسك انك فهمت يعني بشكل كامل، حتى انك لين انك تجرب تكتب برامج وتتاكد فعلا انك استوعبت الفكره، زين. طيب خلونا نكتب برنامج يطبع لنا شو اسمه المربع. وش راح نسمي البرنامج؟ اول شيء نفتح ملف جديد، نقول public class ونسميه square، زين، او نسميه print square، سمي اسم الكلاس او اسم البرنامج، زين. بعدين public static void main، main string args، ثم نسكر القوس. طبعا هذه كلها تعودنا عليها، قلنا نحفظها في البدايه. بعد كذا الان نبغى نطبع المربع، زين. لو نرجع هنا نلاحظ، نحاول نشوف المربع مرة ثانية. المربع هذا فيه نجمة، نجمتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر نجمات، زين. وبعدين فيه سطر، سطرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا ست أسطر، عشر نجمات، السطر الأول، السطر الثالث، الثاني نجمتين ومسافات فيما بينهم، السطر الثالث كذلك، زين. طيب نرجع هنا. طيب system.out.println، زين. طيب بعدين بنطبع عشر نجمات، واحدة، ثنتين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، مضبوط. طيب
ولاحظوا انه حطينا print len، فبالتالي راح يطبع لنا سطر جديد. زين، طيب على الرغم من ان قلنا انه مو لازم يتطابق شكل البرنامج مع شكل المخرجات، فانه في بعض الاحيان مثل الحاله هذه يفضل انك تحاول انك تكون في تطابق بالشكل حتى انك ما تلخبط لما تكتب البرنامج. زين، فنحاول انه يكون شكل العبارات مشابه لشكل البرنامج. راح نكتب print السطر الثاني عباره عن نجمه ثم مسافات ثم نجمة مرة ثانية. طيب راح نكرر العبارة هذه قلنا 4 مرات لأن 6 سطور. طيب هذه الثالثة وهذه الرابعة، وراح نطبع هذه شيء مشابه لها في الأسفل. زين، ونسكر القوس ونسكر القوس. طيب المفروض الآن البرنامج يطبع لنا. الآن نحفظ البرنامج، نسميه شو اسمه، نسميه طبعا لازم print square.java. طيب نحفظه. زين، لاحظ طبعا لا تنسى مطابقة الاسم هنا لمطابقة الكلاس. زين، طيب الآن حفظناه تحت documents learn java example 2. نروح الآن، طبعا المفروض يكون example 3 لأنه هذا الدرس الثالث، راح إن شاء الله نصحح الخطأ في المرة الجاية. طيب خلو الآن نروح نقول له java c square أو print square print square. زين، ما في أي أخطاء. الآن ننفذ java print square، نفذنا وطبعنا مربع مشابه للمربع اللي شفناه قبل شوي تقريبا، يعني مشابه، نعم متطابق معه. زين، طيب كمثال حاول تطبع الأشكال هذه شكل الدايموند أو المعين أو الجوهرة، شكل الدائرة البيضاوية هذه، وشكل السهم. حاول تطبع الأربع أشكال هذه حتى تدرب على شو اسمه system.out.println. وننتقل إن شاء الله للدرس القادم.